بعد أشهر عدة من البدء العمل على تنفيذ المشروع الدولي الطريق الرابط بين إبراهيم الخليل الحدودي ومدينة زاخو بإعاز من قبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني بعد زيارته الأخيرة إلى مدينة زاخو ليتم إنجازه وافتتاحه رسميا وبمراسيم خاصة وبحضور محافظ دهوك وعددا من المدراء في المدينة. إن المشاريع التي تم الإعلان عنها سابقا قد انتهت والحمد لله، وإن شاء الله فإن المرحلة الثانية من المشاريع التي سيتم العمل عليها في إقليم كردستان ومنها قضاء زاخو والتي يتم رفعها إلينا لتنفيذها، فإننا سنقوم بتقديمها ورفعها أيضا إلى مجلس الوزراء وستتم الموافقة عليها. ومن هنا نقدم شكرنا الخاص إلى السيد مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان على تواصله المستمر لمتابعة هذه المشاريع وسؤاله عن كيفية العمل عليها ومدد تنفيذها وكيفية إنهاء هذه المشاريع بالسرعة الممكنة لخدمة المواطنين. المشروع الذي يبلغ طوله 8.5 كيلومتر وقد تم إنجازه بمراحل متعددة لتكمن أهميته في تعزيز الحركة التجارية بين إقليم كردستان وتركيا ليضاهي بها المشاريع في الدول المتقدمة، حيث يمر من خلاله قرابة 2000 شاحنة يوميا. وهي شارع مؤدي الى 8 كيلومتر ونص صيانه، وتوسيع الشارع ب 4 امتار، وعمل مجاري صندوقيه حدود 4 كيلومتر حوالي تلك المنطقه. اكيد هذا الشارع شارع دولي كما تعرفون، ومده قياسيه قصيره قامت شركه كوفين جروب بتنفيذ هذا المشروع حوالي 70 يوم. يعني هذا إنجاز كبير للعلم، هذا ضمن المشاريع التي خصصتنا عند زيارة السيد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني للمنطقة. المشروع هذا هو طريق الرابط بين بوابة إبراهيم خليل ومدينة زاخو. طريق كان على لاينين وكان ازدحام كثير عليها، ما أدى إلى مضارب بتوسيع الطريق من لاينين إلى 3 لاينات. مبلغ المشروع 7 مليارات و800، والعمل على شفتين ولمدة 24 ساعة باليوم أدى إلى الإسراع بالعمل وتنفيذ المشروع خلال مدة قصيرة 4 أشهر ونص. تسعى حكومة إقليم كردستان جاهدا لتطوير البنية التحتية والإصلاح والعمار والتي تكمن أهميته في خدمة المواطنين في إقليم كردستان. نجلة السندي، زاكروس تي في، زاخو.